لقاء الميلان امام نادي ساو باولو، لقاء لحساب بطوله الاودي كاب، البطوله اللي بتقام. محاوله الانطلاقه بالنسبه للميلان، كره العارضيه الخطيره عن طريق نيانج، لكن لسه جوه الملعب. الدنيه والمردود بالنسبه لفتره اعداد بعد فتره راحه، الحقيقه انديه كثيره جدا في اوروبا، خطا كبير جدا في الدفاع الميلاني، مشكلة كبيرة طبعا. أليجري يكلم، وده خطأ كبير، خطأ تاني، مش ممكن، كارثة. الهدف الأول ممكن، لفت الوسط عن طريق جانزو، لكن ركني، مش ممكن، خطأ كبير وساذج في الدفاع الكبير. بلا أهداف، كرة على طول العرضية ملعوبة، رأسية موجود نيانج، لكن يضغط تاني شعراوي، تسديدة وركلة ركنية أخرى. عاد اللاعب شعراوي، لكن ادى ركله مرمى ولا ايه؟ لعيبه خرجت هنا من 18. ادي شعراوي، لعيبه بتاعت البايرن الحقيقه عملوا شغل تكتيكي كبير قوي امبارح على ساو باولو، لعيبه بتعرف تبدل ادوار ممتاز الحقيقه، مجموعه كبيره. محاوله ثانيه على طول في اليسار، ضغط موجود ثاني بالنسبه لصالح الميلان. شعراوي عدى شعراوي من سيلفا، لسه جوه لكن بره. عدى شعراوي، ادي ستيفن شعراوي، نجم كبير جدا ولاعيب هايل الحقيقه، من اللعيبه المميزه من سن صغير، مبكر جدا خد مكانه مع لعيبه الميلان. شوف عدى اللاعب، عدى بذكاء عالي جدا من اديسون سيلفا. مايكل لاعب الاوف تايم الثاني امس ايضا، مايكل محطوطه كره جميله في شوف سايد، خطيره جدا، بعيده شعراوي، وحشه النهايه. المشكله دي مشكله كبيره عند شعراوي بقى، النهايه الاليانز ارينا. شعراوي يمشي لشعراوي، محطوطة حلوة جدا لشعراوي، جملة جميلة، كرة حلوة جدا يانج، الله، تصويبة لكن يطلع. تحديدا الدوري الألماني البوندسليغا قمة كبيرة وقمم، تصويبة حلوة بعيدة، تجربة أو تراي كويس، إنما إلى ركلة المرمى. شوية باولو أتوري في الرصة بتاعت لعيبة الساو باولو، كرة على طول عرضية، لكن تعاون تاني في اليسار، ملعوبة الكرة نيانج، الجبهة اليمين شغالة للميلان الآن، نيانج، هوبا، التحول، تصويبه، لكن سهل عند حارس المرمى. تصويبة، لكن حارس المرمى دينيس، آدي دينيس. آدي الدربكة اللي حصلت هنا. أندريا إيفانجيليستا، هوبا، التصويب، الله، جميلة، الله، روعة، أحلى كورة في الماتش، أحلى كورة في المباراة بعد 31 دقيقة. اللاعب ماركو إيميليا، ممتاز ماركو إيميليا، إنما التصويبة حلوة النهاردة، كلمة السر الحياة النهاردة هو هذا اللاعب، اللاعب مايك العالم الآن الحقيقة، الفريق الكبير الدورتموند والبايرن. تمريرة حلوة في العمق، لكن على طول يطلع حارس المرمى، ماركو ايميليا. وادي الجماهير ولاعيبه نادي ساو باولو كانوا بيطلبوا خطا من حكم اللقاء. على طول تاني دوافع، في دوافع عند ساو باولو، يا سلام عليك ماركو ايميليا، لسه لكن ركله ركنيه. ماركو ايميليا يعني نجم الثلاث دقائق اللي فات، وشيل هدفين على مرمى الميلان. بص شوف معايا، ادي التمريره، ادي الضغط، شوف الدوافع، شوف الاصرار، ولكن لاعب الويزيو تاني يعمل اسيست ممتاز هنا، لاعب بيريان كوستانتي. كره على طول عرضيه، فرصه حلوه، هو ده الكلام، فرصه حلوه جدا جدا. مان سيتي بعد هذا اللقاء في هذه البطوله، بطوله الاودي كاب، جت الصوره هنا على طول تاني قدام لصالح الميلان. ادي الكره الاماميه، كرة خطيرة، والهدف الأول، الله 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 الله، أدي الهدف الأول، لصالح الميلان، يأتي الهدف الأول، كرة ملعوبة جميلة، وأدي 7 دقائق أولى، حلوة جدا، شوف تمريرة، بصة جميلة، وقاطع بشكل حلو أوي بواتينج، قاطع ماركو أو قاطع اللاعب بواتينج، قطع حلو قوي بواتينج، جميلة، وحطت الكرة حلوة من رجلين الحارس. هدف أول لصالح الميلان، 1-0 الميلان عن طريق اللاعب
كينسلي بواتينغ لاعب رقم على طول الكرة العرضية من لوكاس فارياس خطيرة لكن ركنية. أمامية كرة ثانية بواتينغ بدلاء الأفتايم الثاني. كينسلي بواتينغ محطوطة الكرة الثانية عن طريق أندريا بيتانيا. لقاء الباير تمشي على طول ثاني كرة جميلة جدا. إيفانجيليستا ممتاز باشي فيكو ممتاز. وأيضا خرج إيديسون سيلفا وخرج رودريجو كايو وخرج سيلفينيو مجموعة من اللعيبة خرجت. كرة الثاني بقى نوتشيرينو يا راجل لكن جاتسون أوزفالدو لعيب كرة حلو جدا أوزفالدو لكن الفينش والنهاية وحشة إلى حارس المرمى إيميليا مار. خسارة أمام المان سيتي وفوز لحد الآن أمام ساو باولو 1-0. بواتينج يا ولد شوف الكلام في السرعة سرعة سرعة الكرة الآن سرعة بواتينج الثاني الله حارس المرمى تروح الكرة الثاني إلى نوتشيرينو عدى حلوة قوي إنما بص شوف بواتينج ده كلمة السر في الماتش ده كلمة السر في المباراة لكن حارس المرمى دينيس واقف وقفة ممتازة وادي ساو باولو محاولة تانية على طول أمامية كنترول موجود لكن في تغطية خطيرة الله لكن باشي فيكو ممتاز. ادي الجمهور هنا وادي لاعبي البايرن يتفرجوا على الماتش اهو يتفرجوا على الماتش شوف اللاعب ركلة ركنية خلاص الثواني الأخيرة ماركو إيميليا والعملية هنا مع اللاعب